السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من سيلفي سبورت. معكم حميد كيالي، وحلقه اليوم رح نحكي فيها عن ريال مدريد. ريال مدريد بما انه المعلومات كلها فريش، وبما انه كلنا لسه عايشين خساره ريال مدريد مع فالنسيا الكبيره والغير متوقعه، فكان من الضروري انه نحكي شوي تفاصيل ونغوص في عمق ريال مدريد ونعرف شو مشاكله وشو الاشياء اللي ممكن تخليه يخلص الموسم او يرجع يدخل على الموسم مره ثانيه بعد عوده كره القدم من التوقف الدولي بطريقه افضل من اللي نهى فيها المباريات حتى التوقف الدولي وحتى مباراة فالنسيا. في شغلتين مهمات كثير تغيروا بريال مدريد من الموسم الماضي لهذا الموسم، وهن مقدمة لهي الحلقة. الموضوع الأول اللي تغير بريال مدريد هو القوة الدفاعية اللي كان معروف عنا، خاصة بعد عودة كرة القدم من توقف كورونا. كان الفريق جيد جدا دفاعيا، ودائما كان بيخلص المباريات تقريبا بشباك نظيفة. والشيء الثاني اللي فقده ريال مدريد هذا الموسم هو الصلابة الذهنية اللي كان واضح انه هي اهم سمة لزيدان مع ريال مدريد بعد عودة كرة القدم من التوقف من كورونا. هدول الشغلتين اللي خسرهم ريال مدريد خلته يدخل بدوامة مشاكل كتير كبيرة رح نحكي عنها بالتفاصيل. المشكلة الاولى انا برأيي هي مشكلة الحرس القديم، اللي زيدان مقرر وعنده هي القناعات الشخصية انه هدول الحرس القديم لازم يضلوا عم بياخدوا فرصة ولازم يلعبوا مع ريال مدريد بغض النظر عن ظروف المباراة وبغض النظر عن المنافس وبغض النظر اذا المباراة كان في مدريد ولا برا مدريد. نحن عم نحكي هون على مارسيلو، عم نحكي على بنزيما، عم نحكي على ايسكو، عم نحكي على اسينسيو، عم نحكي على فاران. هدول الناس اللي يعني شافوا الجميع انه هن بصراحة كروت وانحرقت، يعني كان لازم لاعب مثل مارسيلو بتحس انه ما لازم يبدا مباراة، وخاصة خارج مدريد وخاصة قدام منافس مثل فالنسيا. فاران اخطائه المتكررة جدا منذ مباراة مانشستر سيتي، هو تقريبا خارج المعادلة تماما، وبكل مرة بياخد 90 دقيقة وعم بيكرر اخطائه. شفنا هذا الموسم اخطائه مع بيتيس، مع قادش، مع شختار، مع مونشن جلادباخ، والمباراة الأخيرة مع فالنسيا. اللاعب عم تتكرر أخطائه وما في أي ردة فعل من زيدان، ما في أي ردة فعل من اللاعب نفسه. فالاعتماد المبالغ فيه أنا برأيي على الحرس القديم هو واحدة من أهم مساوئ ريال مدريد زيدان هذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة. النقطة الثانية هي عدم إعطاء فرص متساوية للجميع بسكواد ريال مدريد. يعني الفرص اللي عم بياخده أسينسيو منذ بداية الموسم وحتى الآن، لو بيحصل عليها يمكن رودريجو كنا راح نشوف جناح يمين رقميا أفضل من أسينسيو، لأنه أسينسيو لاعب بيساعدك بالحالة الدفاعية. أنت عم تشوفه دائما في حالة، يعني اللاعب دفاعه وهو عم بيتمشى عم بيرجع على الدفاع، تقريبا آخر لاعب بيرجع على الدفاع حتى بعد بنزيما بيرجع. وهجوميا اللاعب ما عنده هذا التأثير الكبير على منظومتك الهجومية، فاللاعب دائما خاصة مع غياب كارفاخال، يعني اللاعب كان على عاتقه لازم ياخذ شوي الموضوع أكثر. بتحس اللاعب عم يتماشى مع ظروف ريال مدريد، كل ما هنالك انه هو بيستلم كرة وبيرجع بيسلمها لأقرب لاعب لإله، ما في شيء فردي ممكن يقوم فيه وما عم بيأثر أبدا على المنظومة الهجومية لا فرديا ولا جماعيا. على عكس مثلا أوديغارد اللي أنت جبته من سوسيداد كان بقمة مستواه، تفائل جماهير ريال مدريد بأوديغارد بعودته انه ممكن يستخدمه، ممكن يغير الخطة، ممكن يضعه بأكثر من مكان، لأنه لاعب ممكن يفيدك. وهذا الشيء شفناه لما ياخذ ثقة بنفسه، لما يكون مرتاح على أرض الملعب، لما بيعرف انه هو مو لاعب احتياطي فقط، هو لاعب مؤثر بمنظومتك، راح يعطيك نتائج مهمة، لأنه شفناه على أرض الواقع مع ريال سوسيداد. نفس الشيء بالنسبة ليوفيتش وبنزيما، هذا اللاعب اللي جبته من موسمين ب 65 مليون يورو، اللاعب ما بياخذ فرصة حقيقية حتى الآن، وبنزيما هو اللاعب الأساسي والاحتياطي الأول والاحتياطي الثاني بالنسبة لك، وبعدين يمكن يجي ماريانو، وبعدين يمكن يجي يوفيتش. أنا هون ما بطالب بيوفيتش تحديدا، حتى ماريانو ما عندي مشكلة فيه، ولكن لازم يكون في تغيير ولو انه جزئي بمنظومة ريال مدريد الهجومية اللي واضح انها ما عم تشتغل. يعني انت لما منظومتك تكون ما عم تشتغل فلازم تغير شيء. هذا التكرار بالاعتماد على نفس المنظومة بالوقت اللي هي ما عم تعمل معناتها في مشكلة. النقطة الثالثة هي الإصابات المتكررة جدا بالفترة الأخيرة ومن بداية الموسم. شفنا هازارد، شفنا كروس، شفنا كارفاخال، شفنا أدريازولا، شفنا أكثر من إصابة هلا حاليا فالفيردي. الإصابات أثرت بشكل كتير كبير على اختيارات زيدان، خلينا نكون كمان منصفين بحق هذا الرجل. ضربت أكثر من لاعب بأكثر من مركز مهم
وخلته يعتمد على خيارات بالنسبة له هي خيارات ثانية أو ثالثة، بس بالأخير هذا الشيء خارج عن إرادته، مع أنه أنا بتصور أنه هو واحد من العوامل اللي بتنجح أي فريق وبتفشل أي فريق. ففي علامات استفهام كبيرة على الفريق الطبي لريال مدريد، خاصة بحالة إيدن هازارد. النقطة الرابعة هي المداورة المبالغ فيها وعدم الليونة في التشكيل الخططي لزيدان. هي المداورة اللي جابت لريال مدريد تشامبيونز ليج ودوري بنفس الموسم، كان يلعب بالتشامبيونز بتشكيلة وبالدوري بتشكيلة وجابت نتائجه، والعالم كله وقتها أثنى على هذا، على هي الخطوة اللي كان عم يعملها زيدان، على هالتشكيلتين اللي عملهم اللي قدر يربح فيهم دوري وتشامبيونز ليج. ولكن مثل ما كلنا بننتقد جوارديولا على مداورته المبالغ فيها، لازم ننتقد زيدان على مداورته اللي احيانا غير مفهومه، لانه مداورتك وقت اللي يكون الفريق ماشي وعم بيجيب نتائج وانتصارات صعبه او سهله باداء او بدون اداء، بس الفريق كان عم بيمشي. المداوره لما الفريق يكون ما عم يمشي عليها علامات استفهام، لانه انت ما في سبب مقنع. انا برايي قبل التوقف الدولي بمباراه واحده تلعب بمارسيلو مع فالنسيا بارض فالنسيا على حساب مندي، ما في شيء بيمنع انه رودريجو هو اللي يلعب بدل اسنسيو، ما في شيء بيعطي الحق لإسكو يقعد 83 دقيقه بارض الملعب بالوقت اللي هو ما كان حدا بيعرف شو دوره وشو كان بيقدم بارض الملعب، بالوقت اللي هو بعد اسبوعين اصلا او من اسبوعين كان في مشاكل او احاديث إسكو على دكه الاحتياط على زيدان. فهي المداوره اللي غير مفهومه. يعني انا برايي بوضع مثل هذا الوضع المفروض يتثبت الفريق، تتثبت التشكيله، ياخذ الفريق منحة تصاعدي، وبعدها نرجع مرة تانية لموضوع المداورة. ولكن المداورة المستمرة اللي ما عم تعطيك نتائج، أنا برأيي هي مشكلة كبيرة لريال مدريد هذا الموسم. والليونة التكتيكية من بداية الموسم، بأول مباراة زيدان لعب 4-2-3-1، ومن المباراة الثانية لحتى اليوم 4-3-3 مستمرة بشكل دائم بغض النظر عن اسم المنافس. هذا الشيء افتقده ريال مدريد عكس المواسم السابقة اللي كنا نشوفه فيها بالمباريات الكبيرة، بالمباريات المهمة، بالمباريات المفصلية كان يلعب 4-4-2 أحيانا بجناح حقيقي واحد اللي هو فينيسيوس على الأغلب مع بنزيما بالأمام، وكان في رباعي بخط الوسط. كان هذا الشيء عم بيساعد بالقوة الدفاعية وعم بيساعد بأنك تفاجئ منافسك أحيانا وتلعب على نقاط قوتك. ودائما كنا نشوف في الشوط الثاني تغيير لل 4-3-3 على حسب حاجة الفريق وعلى حسب نتيجة المباراة. بهذا الوقت عم نشوف زيدان 4-3-3 منذ بداية الموسم وحتى الآن. النقطة الثانية واللي هي التحضير الذهني لفريق ريال مدريد من زيدان، هذا التحضير اللي كان نقطة قوة ريال مدريد مع القوة الدفاعية ما عم نشوفه بالوقت الحالي. الفريق عم بيدخل على المباريات بطريقة باردة جدا، ما في استعجال لتسجيل الهدف وحسم المباراة وقتله، وبالتالي هذا البرود وهذا الدقائق اللي عم تمشي بالمباراة عم بتخلي المنافس يدخل بالمباراة، عم تخليه يتجرأ يتشجع على ريال مدريد ويسجل هدف، ويدخل ريال مدريد بدوامة تعويض الهدف والتفكير بعدين بالهدف الثاني. وشفنا احصائيه غريبه انه ريال مدريد كل ما بيتاخر بالشوط الاول تقريبا اكثر من 85% صعب انه يرجع يفوز بالمباراه بالشوط الثاني. يعني هذا الشيء بيوضح لك قديش الفريق ذهنيا ماله صلب وماله قوي، وهذا كان سمه ريال مدريد الموسم الماضي، القوه الذهنيه، الفريق يدخل يسجل هدف يحسم المباراه وبعدين يدافع ويعمل هاي المداوره. والنقطه الاخيره اللي بدي اختم فيها بمشاكل ريال مدريد هاي السنه هي زيدان وعدم امتعاضه من أي شيء، قبوله بأي شيء عم بيصير بالفريق إداريا من حيث الصفقات وعدم إبرام صفقات مهمة بالوقت اللي في أندية كتير حتى مع كورونا أبرمت صفقات عديدة وعززت صفوفها، وعدم امتعاضه من اللاعبين أحيانا علنا. أنت هاي سياسة زيدان اللي هي بتشبه سياسة أنشيلوتي، عدم الاعتراض وعدم توجيه اللوم بشكل علني للاعب، وهذا شيء يمكن سبب من أسباب نجاح زيدان مع ريال مدريد، أنه خلى الإعلام دائما مع اللاعبين مع غرفة الملابس متحدين مع بعضهم. بس للحظة من اللحظات أنت محتاج تحط الضغط على بعض اللاعبين أو على بعض الإداريين لحتى أنت تخليهم يعملوا ردة فعل بأرض الملعب. هالدفاع المستميت على مارسيلو، على فاران، على هالناس اللي عم كرر أخطاء مباراة بعد الثانية، ودائما زيدان عم بيطلع بالمؤتمر الصحفي بياخذ المسؤولية على عاتقه شخصيا فقط. أنا برأيي عم توجه رسالة سلبية للاعبين إنه خلص في مين عم بيتحمل النتيجة والمسؤولية علينا، نحن منا مضطرين أو منا محتاجين نغير شيء فوري. أنا برأيي شوي ضغط على اللاعبين هيك يعطيهم دافع وحافز انه هنا فعلا لازم يغيروا الصورة اللي عم بيظهروا عليها. طيب شو الحلول لريال مدريد بعد كل هالمشاكل اللي ذكرناها؟
انا برايي انه ريال مدريد اجته فتره التوقف في لحظه كثير مفصليه وكثير مهمه، لانه الخساره هي صح رح تخلي الناس كلها تحكي على ريال مدريد وعلى خسارته وتوضع الضغط على اللاعبين وعلى زيدان، بس انا برايي هي فتره جيده لحتى فعلا زيدان يعيد ترتيب اوراقه مره ثانيه ويدخل بقى بعد التوقف الدولي بعناصر جديدة بليونة تكتيكية شوي جديدة. أنا برأيي اللي لازم يلعب على أرض الملعب هو اللي بيستحق وليس اللي عنده تاريخ مع ريال مدريد ومع زيدان. لاعب مثل مارسيلو، لاعب مثل أسنسيو أخذ فرصة طويلة كتيرة ما بيعطي شيء. مارسيلو جربته بأكثر من مرة بمدريد وبرا مدريد. في ناس إيسكو مثلا اللي عم بيدخل على أرض الملعب ما حدا بيعرف بعد 70-75 دقيقة شو كان عم بيعمل بأرض الملعب، غاب كتير إيسكو، ما بقى إيسكو نفسه النسخة اللي اشتراها ريال مدريد من ملقا. فأنا برأيي اللي بيستحق هو اللي لازم يلعب، لاعب مثل مودريتش لازم يضل على أرض الملعب لأنه بصراحة هو دينامو الفريق حاليا. حتى كاسيميرو اللي هو كان أحسن لاعب ريال مدريد الموسم الماضي، اللي هاي السنة بدايته من أسوأ بداياته مع ريال مدريد، فاللي بيستحق الأفضل الأجهز هو اللي لازم يلعب بعيدا عن قناعات زيدان الشخصية وبعيدا عن تاريخ اللاعب مع ريال مدريد. النقطة الثانية تخفيف المداورة، يمكن هو هلأ مطلب كتير كبير لزيدان، تخفيف المداورة، تثبيت التشكيلة لحتى الفريق ياخد هذا المنحنى مرة ثانية ويرجع يطلع المنحنى للأمام. كم فوز وراء بعضهم، الفريق يقدم كم مباراة جيدة، يتأهل للدور الثاني من الشامبيونز ليج من دور المجموعات، وبعدها ممكن نرجع مرة تانية على المداورة وممكن نرجع نعطي فرص للاعبين هن بالنسبة لك جزء من تاريخ فترتك مع ريال مدريد، بس يمكن هن ما بيقدموا شيء جيد بالوقت الحالي. النقطة الثالثة، أنا بتصور لازم يوضع شوي الضغط على اللاعبين، لازم يشتكي ولو شوي أمام الإعلام لحتى فعلا يحسس هدول الناس أنه أنتوا فعلا لازم تقدموا شيء، تستحقوا أنكم تلبسوا قميص ريال مدريد مثل ما قال سولاري بزمانه بفترته مع ريال مدريد عند خروجه. هدول أنا برأيي مشاكل ريال مدريد منذ بداية الموسم، وهدول الحلول يمكن البسيطة لأنه ما في حلول جذرية ممكن تكون بمنتصف الموسم. لهون حلقتنا بتوصل لنهايتها، بتمنى أنتوا تعطوني شو أكبر مشكلة برأيكم عم بيواجهها ريال مدريد هذا الموسم وشو الحل تبعه، ومشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.